تعهدت مع زوجي أن لا يتزوج أحد منا إلا أحد منا إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها، فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج؟ لا يجوز هذا الشرط، لا. أي لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته أن لا تتزوج أحدا بعده. نعم. وذلك لأنه مناف للشرع، فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذ حرة. نعم. تتزوج من شاءت. نعم. واشتراط أن لا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به. نعم. وكذلك بالنسبة للزوج، إذا اشترطت عليه أن لا تزوج عليها أي لا تزوج أحدا بعدها هو أيضا شرط باطل. نعم. فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه. نعم. إلا إذا اشترط عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا تزوج عليها في هذه الحال وقد شرط عليه عند العقد أن لا يتزوج فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه.